قعدت ادور لسقاره على مسمى، لقيت ان انا عندي انسب تسميه هي دي، سقاره بانوراما الحضاره المصريه. لان لما بدات اشتغل على سقاره، او يمكن لما كنت اول مره ادخل سقاره سنه 85، كان واحنا طلبه، كان اول مره ادخل سقاره، فكان اول جمله قابلتنا انت بتشوف مكان في كل حاجه في الحضاره المصريه، في كل حاجه. سقاره هي المكان الوحيد اللي فيه مصر كلها، سقاره غير طيبه غير الجيزه غير اي مكان. زي ما بقول لحضراتكم ان لما هنبدا نشتغل على سقاره مش محتاج ان اقول لحضراتكم انها جزء من جبلت منف 40 كيلو من القاهره، ان الاله المعبود بتاعها هو الاله سكر، والاله سكر دايما بنسبه 99% سكر يتصور صقر ما فيش على راسه حاجه، صقر راسه فاضيه من فوق، يبقى ده سكر. ليه بقول 99%؟ لانه في الدوله الوسطى اتحط مع حورس انه يمثل على اعمده سنوسرت الاول في اللشت من غير حاجه على راسه، اختلط بسكر. سكر كان واحد من الالهه اللي بيخرج يوم العيد بتاعه وهو لابس حزام حوالين رقبته من البصل. البصل كان احد الرموز المقدسه المرتبطه بالاله سكر كرمز لإعادة الحياة، كما أن سكر هو الإله الوحيد اللي خارج من نطاق آلهة الطيبة اللي تصور في معبد دير المدينة في العصر البطلمي. المنطقة بتاعت سقارة ارتبطت بسكر لأنه في العصر المتأخر أصبحت المنطقة ذات أهمية كبرى. طيب سقارة عصر فرعوني، بتشكرين يا عم، عصر بطلمي فيه حاجة؟ طبعا عندي من العصر البطلمي إشارات غير عادية هنتكلم عليها وهنشوف لها دلوقتي، منها دايرة الفلسفة اللي اشتغلنا عليها، واقدر اجزم لكم بنسبه 80% ان امام دائره الفلاسفه او بالقرب منها في خلال السنوات القليله القادمه، مش عايز اقول الشهور، ان شاء الله قد نجد قبر الاسكندر خارج الاسكندريه قبل نقله للسومه في اسكندريه في دائره الفلاسفه. في العصر الروماني والعصر المسيحي دير الانبا ارميا موجود في سقاره، واحد من افضل الاديره اللي تعرض للتدمير الكامل. سقارة دولة وسطى موجودة وأعيد استخدام مقابر دولة قديمة، وجنب كاجمني لما حضراتكم بتروحوا بتشوفوا جنب كاجمني في تمثال كتلة. في تمثال كتلة، أينما يوجد تمثال كتلة لابد أن تعلم بوجود معبد. تماثيل الكتلة لا توجد في المقابر. وجود التمثال الكتلة جنب كاجمني بيؤكد إنه كان في معبد يرجع للدولة الوسطى أو ما بعدها من هذا المكان. بعد كده الدولة الحديثة لقينا جنب هرم تيتي وجنب الطريق الصاعد لونيس دكتورة سعاد ماهر سنة 76 طلعت آثار، وطلعنا من هناك دلوقتي حوالي 78 أو 79 مقبرة دولة حديثة، هوريكم التخطيط بتاعهم ماشي إزاي. بعديها لقينا العصر الإسلامي طلعوا مجموعة من المخطوطات. إذا أنا ماشي مع سقارة من الأسرة واحد لغاية العصر الإسلامي. عشان كده لما قعدت أفكر قلت بانوراما الحضارة، كنت عايز أوصل إن أنا ما عنديش مكان على أرض مصر موجود فيه الشغل ده زي سقارة. الالمان عاملين دراسه رائعه عن بانوراما سقاره ومحددين 13 بوينت تقف عندهم. ال 13 بوينت الاساسيين قال لك ايه هم؟ السرابيوم، هرم تيتي، الهرم المخربش، المصطبه المدرجه، هرم ونيس، هرم سيخ الخت، دير الانبا ارميا، هرم بيبي الاول، هرم جيتكا راع اسيسي، هرم ميرن راع الاول، هرم بيبي الثاني، مصطبه شمسسكاف، هرم ايبي، هرم خنجر، هرم من القصه ال 13. طيب الاقي بعد كده اخواتنا الالمان قالوا لي ان سقاره هي اول منطقه على ارض مصر فيها عصر عتيق، فيها جبانه كده فل، فيها جبانه عصر عتيق ومحددينها لي بالارقام. ده اللي عمله بارتا عالم الاثار الالماني، ولقينا الدفنات اللي هي من الطوب اللبن. بعديها لقينا من الاسره الاولى الدفنات من الطوب اللبن مقسومه جزئين، مصطبه من الطوب اللبن، والجزء تحت عباره عن ممرات. اقدم مقبره لقيتها في سقاره هي المقبره دي اللي اكتشفها لي وارتر امري اللي عليها اسم حور عحا. فين المقابر دي؟ حضرتك وانت طالع على الطريق بعد ما بتخلص متحف ابن حتب بتطلع تبقى على يمينك، كلنا بنبقى بنتكلم ان ده التفتيش ورا مروروكا ورا هرم تيتي. المقابر هنا لقينا فيها مجموعه من القرابين ومجموعه من الاثاث الجنزي البسيط جدا،
ولقينا قصادها مقبره في ابيدوس، ولقينا بقايا عظام معموله على هيئه القرفصاء. عند هيئه القرفصاء هستاذن حضراتكم نقف شويه. كتير مننا لما بتيجي هيئه القرفصاء ويتكلم عليها بيقول ده وضع الجنين في بطن امه. كلام منطقي جدا وكلام رائع. لكن لما الله يرحمه الدكتور عبد العزيز صالح كنا بنتكلم في الجزئيه دي فوقف هالنقطتين. قال هل المصري كان من العبقريه انه يعلم، كان من العبقريه انه يعلم وضع الجنين في بطن امه 3400 او 3500 قبل الميلاد؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، اذا كان الامر بيمثل وضع الجنين في بطن امه فلماذا لم يستمر طوال التاريخ الفرعوني؟ ليه طول التاريخ ما عملتش وضع القرفصاء؟ بدانا ندور على تفسيرات ليها فوصلنا الى تفسير ان الانسان في مرحله ما قبيل الاسرات كان لازال متاثر بفكر حياه الكهوف، ويمكن دكتور خالد سعد يكون اشار لحاجه قريبه من كده، فكره حياه الكهوف ان الانسان يكون محني، ولما يرقد الانسان على جنبه لابد انه يرقد بشكل منحني. ولما بدا الانسان يتحول الامر بالنسبه له مع العصور التاريخيه والبدايات، تخلى عن كم الحجرات وتخلى عن كم الاماكن اللي يبقى فيها اساس جنزي، واكتفى بانه يجعل فيها مكان للدفن، ورجع للوضع المستقيم بتاعه. ده وارد، ولكن لا يوجد تفسير مؤكد حتى الان للفكره دي. دي مقبره اوديمو اللي هو الملك دون، والملك دون بالمناسبه زوسر كان بيحبه جدا. ليه؟ لان الملك دون او اوديمو هو اول ملك اتكتب في عهده لقب نسوبيتي. اول ملك كتب نسوبيتي كان دين او اوديمو اسره اولى. ادي نموذج لمقبره من العصر العتيق من سقاره. ده نموذج موجود على الارض في سقارة، بنقول سقارة الشمالية. المنظر، ادي المدخل، الممرات الكتير، الحجرات دي كلها عبارة عن اماكن كلها لقينا فيها بقايا قرابين. ادي سمرخت، المقبرة ممرات، وبرضو في النهاية مجموعة الحجرات الكتيرة المحيطة بحجرة الدفن او مزار الدفن الاساسي. دي تخيل عملناه لمنطقة سقارة بالكامل بكل الاثار. سقاره عشان تزورها حضرتك بتعمل في سقاره مقبرتين والمصطبه، او مقبره والمصطبه. لكن المنطقه كبانوراما محتاجين ان احنا بنتكلم عليها بشكل مفتوح. لو انت طالع يسار الطريق الصاعد، شمال الطريق الصاعد، اول حاجه ما بتشوفها بتشوف العمودين بتوع معبد الوادي بتاع ونيس، بتلاقي بعديها حاجه هبطانه كده، دي مقبره عصر فارسي. مقبره عصر فارسي. انا هنا وانا ماشي هشتغل كرونولوجي، يعني بعد ما اخلص منطقه سقاره ادي مقبره قاعه اخر ملوك الاسره الاولى. تخلى، لو انتم ملاحظين، تخلى عن زحمه الحجرات واكتفى بمجموعه من النيش والمقاصير اللي كانت بدايه ظهور ما قد اطلق عليه بعد كده بتري السرداب. البدايه اللي قالها بعد كده بتري الحجره السرداب ظهرت هنا في الاسره واحد مع الملك قاعه. بعد كده ده العصر العتيق. اسره ثلاثه ما عنديش حاجه مؤكده ان انا هروح لزوسر. زوسر بالمناسبه هو اللي هختم بيه. لكن جبنت القصه والرابعه والسته على امتداد الهضبه باكملها، فيها عديد من المقابر. القصه الرابعه كتير مننا يقول لي ما فيش قصه رابعه في سقاره. لا، سقاره فيها مقبره اسره رابعه مهمه جدا، هي مقبره متن. مقبره متن، ليه مقبره متن مهمه؟ متن مقبرته بتقع في اتجاه ابو سير سقارة الشمالية. متن ده ايه قصته؟ متن ده هو اول واحد في التاريخ بين قوسين كده ياخد ميراث من امه، وهو دليل على ان المرأة المصرية كانت تورث. متن بداية نهاية الاسرة الثالثة، بداية الاسرة الرابعة، كتب في مقبرته اللي في سقارة دي يا دكتور ايفان، قال كم انا سعيد ان امي جعلتني مقربا اليها واهدتني ما لم تهديه لاخوتي. مورث او خد من امه اللي محدش من اخواته خدها. ده في سقاره. المقبره هنا بتاعت القصه الرابعه ما فيهاش مناظر، هي فيها نيش، والنيش بيبقى عليه النص بتاع الحتب دي نسو بس. طيب في الاسره الخمسه، في الاسره الخمسه الملوك بنو فابوسير، الافراد بنوا في سقاره. ليه؟ لانهم بدات احد اسباب انهيار الدوله القديمه هو اللي حصل هنا.
ان متن في القصة الرابعة بنى في سقارة وما لقيناش غيره كتير، لان الملوك لما بنوا في الجيزة كل الموظفين راحوا جنبهم في القصة الرابعة. القصة الخامسة بنوا في ابو صير، قالوا لهم احنا مش لاعبين معاك، راحوا هم اتدفنوا في منطقة سقارة. ابتعادهم لسقارة نوع من انواع الرغبة في الاستقلالية زي ما قلت اللي عملها الافراد. جبنت القصة الخامسة كلها شمال غرب من المصطبة المدرجة، شمال غرب المصطبة المدرجة اللي بشوف فيها بتاع حطب وبشوف تيتي وبشوف تي المصاطب اللي الناحية كلها شمال غرب، كأني رايح في اتجاه ابو صير. اختاروا المنطقة اخر المقابر، راحوا عند ونيس زي مقبرة ادود. مقابر القصة الستة كلها ملاصقة لأهرامات الملوك، ده الترتيب بتاع المقابر. قصة رابعة انا رايح قريب قوي من ابو صير وطالع بره الهضبة. قصرة خمسة انا بتحرك شمال غرب المنطقة. أسرة ستة أنا لازم في الأهرامات، الملك باني أنا باني جنبه. في الدولة القديمة بقى المقابر زي ما قلت بناء علوي من الطوب اللبن بشكل مستطيل، وحجرة السرداب اللي هي بدأ ظهورها مع قاعة. في الأسرة الخامسة والستة عمارة المقبرة الجزء العلوي فيها اختلف، ما بقاش مصطبة طوب لبن، بقى حجر اسمه المزار اللي أنا بدخله دلوقتي أتفرج عليه، والجزء السفلي اللي هو بير الدفن، وبقى فيها مناظر مدونه دي اللي هنشوفها، ولعل اهم مثال عليها مقبره فاميلي تومب اوف بتاع حطب. انهي بتاع حطب؟ هل هو بتاع حطب اللي قال اير اقر اك جيرك بير اك؟ الجمله الشهيره اللي كان فيها اهبل واحنا مشينا وراه، اير اقر اك جيرك بير اك، اذا كنت كف فتزوج. يبقى خلي بالك جيرك بير اك، جيرك بير اك اسس بيتك. لو كنت راجل الكفاءه هنا الكفاءه الصحيه والكفاءه الماليه، لو انت راجل اعمل بيت. هو ده بتاع حطب اللي احنا بنقول عليه. المشكله ان لما ندخل المقبره وحضرتك بتشرح بتلاقي اول ما تدخل الممر الاولاني او الحجره الرئيسيه او الحجره الداخليه هتلاقي مره اللي قاعد قدام مائده القرابين هو بتاع حطب واللي واقف وراه اخد حطب، ومره تانية اللي قاعد قدام مائده القرابين اخد حطب واللي واقف وراه بتاع حطب. لما قرينا الهيستوري بتاع العيله دي لقينا ان العيله دي ماشيه بطريقه ابو تريكه، الاب بتاع حطب يخلف ولد يسميه اخد حطب، الولد يخلف بتاع حطب، ماشيين ورا بعض، فهي عباره عن مقبره عائليه. هنا لو بصينا على المقبره ده المدخل اللي حضراتكم كلكم فاكرينه، هنا انا هتلاقوني ماشي كرونولوجي، يعني هاخد دوله قديمه دوله وسطى دوله حديثه ونمشي بيها بهذا الشكل. هنا المقبره، هنا لما ندخل مقبره بتاع حطب دي الحجره الاولى، صوره عامه للنقوش في الحجرة الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليها. ده المنظر الجانب المدخل. المنظر هنا اللي احنا شايفينه. المنظر بيمثل حامل الاقاليم وهم جايين جايبين له كل الخيرات اللي هو محتاجها. هنا بيهمني قوي ان العلامة دي بتقابلكوا كتير في سقارة. بتقابلكوا كتير مع الموظفين. ده سجاوتي بيتي اللي حامل الختم. ده الراجل ده شغلته هو بيشيل، بس ده ماسك ختم. المسؤول عن الختم بتاع الملك. هنا المناظر اللي بيقدمه القرابين، هنا بتاع حطب، منظر من اروع المناظر، المانيكير والباديكير. واحد من المناظر الرائعه المرتبطه ببتاع حطب في المنظر الامامي اللي بيمثل مجموعه من الاقزام، وهنا واحد من الاولاد اللي قاعدين بتاع حطب العظيم بتاع حطب. او الدراع، هنا البعض بيترجمها اما يعني العظيم او الدراع بتاع حطب. ده المنظر الشهير اللي هو ده اللي بنشوفه اول ما ندخل على ايدينا اليمين في الحجره الرئيسيه اللي بنشرحها، منظر الشخص اللي بينظف القدم بتاعته وواحد تاني التفصيل بتاعه بيقدم له ايده وبيعمل له تنظيف الايد والشخص اللي قاعد ده. العلامه دي لما تقابل دي صاب، صاب اللي هي الذئب، وصاب او سأب بالهيروغليفي معناها القاضي. ده واحد من القضاء او واحد من الكتبه القضائيين اللي هم زي الكتبه بتوع المحاكم. قاعد هنا بتاع حطب وواحد بيعمل له شعره وواحد، وهنا ده غريتي بيل بالنسبه له، ومعاه الاشخاص اللي بيمسكوا الحيوانات المقدسه بتاعته. هنا المنظر الشهير الخدم وهم شايلين له الهدايا. الهدايا هنا دايما بتكون مرتبطه بالاقاليم. ذبح الاضاحي، ذبح الاضاحي واحد من بين المناظر المهمه جدا. بعد احنا كلنا لما بنيجي نشرح ذبح الاضاحي بنيجي عند منظر قطع فخده الطور والفخده اليمين ونقول خلاص هو ده. لا،
هو في البداية بيزهق الروح الأول السيطرة، بعد كده يزهق الروح. عشان كده دايما لما بتلاقيه وهو بياخد الفخدة دايما هتلاقي الطور لسانه بره، لأنه خلاص أسلم الروح. طب ليه الفخدة اللي مين؟ الفخدة اللي مين هي أجمل ما في اللحم، ليها قيمة مهمة جدا. بيقول لحضراتكم أن في نصوص الأهرام لما تحدثت عن الصراع بين حورس وست، قالت أن ست جري ورا حورس وقلع له عينه، اللي لما رجعت العين بقت عين الأجات. حورس عينه بتنزف، فبالحربة اللي في إيده قطع فخدة ست. لما قطع فخدة ست رماها، نزلت على الأرض مكانها فخدة الطور. فكان ده تعبير من الآلهة عن انتصار حورس على ست. وعلشان كده لما بيجي المتوفى في فتح الفم، اللي هو اتفقنا مرات كتير اتكلمنا وقلنا ان هو 75 طقس، فتح الفم مش طقسة واحدة، 75 طقسة ممثلة مرتين بس في الحضارة المصرية كاملة، في مقبرة رخمي رع وزير تحتمس الثالث، وفي مقبرة سيتي الأول. والأجمل من كده ان في واحد ألماني عمل رسالة الدكتوراه كاملة حاجة اسمها دازموند أوفنونج إم ألتن إيجيبتن، قلتها بالألماني كويس، فتح الفم في مصر الفرعونية. وقال فيها ان تمثيل الخبش وهو بيقطع ده يمثل القضاء على كل روح تركها ست في جسد الإنسان لما بفتح بفخدة الطور. لأن هتلاقي مرة من المرات في فتح الفم مسك له فخدة الطور وبيقرب عن فمه يفتح، هو بيطلع كل روح شريرة قربت من فمه. علشان كده لما يذبح الطور هنا هو بيقضي على الشر وبيأمن له الدنيا. الجدار الشرقي ممثل عليه بالمناسبة، اللي على الجدار الشرقي ده بتاع حطب، واللي ورا بتاع حطب، ده غير ده. وهنا المنظر الشهير أو أشهر الجدران على الإطلاق، منظر الصحراء. منظر الصيد في الصحراء، أولا هو عمل لي كثبان رملية وعمل، لكن هنا في منظر غريب جدا، ده المنظر الجماع بين الحيوانات. منظر الجماع بين الحيوانات كان من المناظر الغريبة اللي البعض وقف عندها والبعض خدها بتريقة. منظر الجماع بين الحيوانات بيحمل حاجتين، لازلنا لغاية النهاردة لما الواحد فينا يشوف حيوانات بتجامع أو الحيوان بيلد يقولك ده فيفا الخير وهيحصل لك حاجة كويسة. اتنين، حضرتك الحيوان لو انت واقف أو قاعد له اسكت اسكت، هل الحيوان هيقدر يعاشر؟ هنا الحيوان دايما زيه زي أي كائن بيحتاج للأمان وبيحتاج لشيء في نوع من السلم. علشان كده قال لك ان المصري لما بيحط منظر هنا هو بيمثل الطبيعه على حالتها، وبيمثل الفأل الخير اللي هيجي له، وبيمثل انه بيحقق نوع من الامان للحيوان ده انه هيكون في معيته بدون اي شيء يؤذيه. والمنظر ده متكرر تقريبا معايا في الدوله القديمه بالكامل، لكن اطرافهم على الاطلاق ده. طور ماشي في الصحراء وهو ماشي بيبص لها قدامه اسد، شوف الطور عمل ايه، عفوا في التعبير تبرز على نفسه من الخوف، لقى حيوان. وهنا على طول اللي ورا، اي شخص وفقا للنصوص المصريه زي ما قال سونرون عن الكهنوت المصري القديم، قال لك اذا وجدت شخص مقدم يده هكذا فهذا الشخص هو كاهن يقرا تعويذه سحريه تجلب الخير او تمنع الشر. يبقى الزبون اللي بقعد كده ده وتلاقي ايده ممدودة بسرعة هو شخص يمنع شر ويجلب خير. طبعا شر، لان الطور اللي ماشي الجميل ده لا اسد في وشه. المنظر اللي بعده لما نيجي على الجدار الثاني او بداية الجدار ده، منظر جمع البردي. جمع البردي والاطفال هم بيلعبوا اللعبة الشهيرة عندنا اللي بنسميها دواخين يا لمونة، والبعض بيقول في اهل الريف مين ضربك يا وزة. دي نفس اللعبة المصرية القديمة اللي هي دايرة بتلف. جمع البردي هنا عند المصري القديم، لماذا صور المنظر جمع البردي؟ أولا البعض قال لك ده بعد اقتصادي وأهمية البردي عند المصري، شكرا. لا، هو له غرض تاني خالص، أن المتوفى أراد أن يقول في مقبرته بتاع حطب في سقارة أنني أنا الذي لجأ إلى قبري حورس. هو حورس مش دخل الاحراش واحراش البردي وجات حتحور. لما يجي منظر تجميع سنابل البردي والبردي بيتجمع وبيتشال، مش منظر زراعه. بالمناسبه
الوحيد اللي ما حطش في مبرته مناظر الزراعه في سقاره كان بتاع حطب، مفيش مناظر زراعه عنده. لكن هو لعب على ايه؟ لعب على وطن، انه ياخد لي منظر تجميع البرد وتجميع السنابل، لانه خد الفكره بتاعه ان انا اجي بحورس وهو خارج من الاحراش. فلما جمع البردي كاني بجهز منطقه الاحراش لاستقبال حورس ليكون في معيه ايزيس، كان قبري هو المكان اللي هينشا ويربى فيه حورس. هنا لما جه اشتغل على المقبره دي جامعه شيكاغو وعملوا عليها الدراسه بتاعته، بعض الناس درسوه، قال لك في مشكله عندنا. قال لك هل بتاع حطب بهذا حصل على نفوذ خاص سمح له بأن يصور هذا المنظر في مقبرته ليكون كأنه ملك؟ لأن المفترض أن الملوك اللي تعمل كده مش الأفراد، فربما ده اللي بنطلق عليه ازدياد نفوذ الأفراد في النص الثاني من الأسرة الخمسة، اللي هو بداية انهيار الدولة القديمة. عصر العنب، عصر العنب الحقيقة الدكتورة مها سمير زميلتنا عملت رسالة رائعة في الماجستير، وقالت أن عملية عصر العنب بتبدأ بعملية السنابل وهي بتتجمع، بعد كده عملية الأغنية اللي بتتغنى. وفوجئنا بحاجة غريبة جدا، إن الأغنية دي عشان ما حدش بس يفهمها لهاش علاقة بسعد الصغير خالص. الأغنية دي أغنية ومكتوبة وأنشودة كاملة للعنب. والأنشودة هنا لما بتتغنى ليها وقت محدد. الوقت ده هو التايمر اللي بتتم فيه عملية العصر. حددت الوقت ده وحددتها بناء على إيه؟ إن لغاية النهاردة عاصر النبيذ في الريف الجزائري والفرنسي بيغنوا أغنية ولا يستخدموا تايمر إلا من خلال عملية الأغنية، هم بيدوسوا على عملية العصر كاملة لغاية ما يخرج العصير بالشكل الأخير. طيب العنب هنا رمز لمين؟ أوزوريس؟ أوزوريس. العنب ده بقى مش معايا طول التاريخ، العنب ده رمز مقدس. طب ليه العنب رمز الأوزوريس؟ لأن أوزوريس مثله مثل زيوس، مثله مثل السيد المسيح، القياس مع الفرق خالص، انا بتكلم فن مش دين. انه عن العنب، هل العنب انت بتحط بذره في الارض اي جزء منه بتحطه وبيطلع تاني بينمو، فهو بيتعمل له عمليه ريزوركشن، اعاده بعث، مثله مثل المسيح الذي قام، مثله مثل أوزير الذي عاد للحياة. فمنظر عصر العنب وتجميعه هو رمز الأوزوريس والعودة للحياة. علشان كده فكرة المقابر، إن أنا بشرح المنظر الحياة اليومية، وده يمكن كان أحد الأهداف اللي في دماغي لما أتكلم على سقارة النهاردة، إن قلت إن أنا لما أتكلم على سقارة مش هتكلم منظر زي ما بنشرحه، عايزين ناخد اللي ورا المنظر. إيه اللي وراه؟ هل أنا من المنظر عايز أقول إنه بيجمع البردي؟ تجميع البردي بعد اقتصادي، إن أنا هبيع بردي وورق، جميل. لكن لا، انا البردي احراش يبقى حورس اوزوريس، ده اللي عمله. النهارده لما بنيجي نتكلم مثلا على بعض التماثيل الملكيه زي تمثال خفرع مثلا، معلش هقف عنده، تمثال خفرع النهارده ويمكن بعضكم بيقول الكلام ده، تمثال خفرع هو تمثيل لرعوة اوزوريس لاول مره في التاريخ. لاول مره بلاقي على تمثال ملكي رعوة اوزوريس. ازاي؟ التمثال اولا بيمثل فكره الثالوث مش كده؟ الكرسي ايزيس والملك هو قاعد حورس، والملك هو قاعد اوزوريس، وحورس هو الصقر. على يمين وشمال الكرسي فيه اسدين، مين اللي بيطلع ما بين الاسدين؟ رع حورختي اللي هو صوره رع. فالملك هنا جمع الاثنين، جمع الروح والجسد اللي هي رع واوزوريس، وده كان اول تمثيل في الحضاره المصريه. هنا زي ما بقول لكم ان انا دايما هنشتغل على فكره ما وراء المنظر، ما وراء التمثال، ما وراء الرمزيه اللي انا بشتغل عليها. هنا هو عمل ايه؟ لما عمل عصير العنب هو عاوز يقول العنب اللي يفضل مده طويله، والعنب من الحاجات اللي لما كل ما تفضل مده طويله قيمتها تغلى وقيمتها تبقى، وفي نفس الوقت هو زيه زي اوزوريس الذي يبقى لوقت طويل الى ابد الابدين دون تغيير، يتغير الكون واوزوريس ثابت. صاحب المقبره هنا هو عاوز ده. لما جينا في القصه السادسه مروروكا ما عملش منظر العنب هنا، ده عمل منظر العنب في اوضه كامله، اوضه لوحدها، لو فاكرينها الاوضه اللي بعد اوضه الموسيقى، او اللي انا بسميها اوضه شهر العسل. صناعه القوارب، القوارب دايما لما المصري يصنع، اولا فكره القارب وبدايه ظهوره في المقابر المصريه ظهر عندي من ما قبل الاسرات، وعندي على صلايه نرمر تمثيل قارب اللي هو النقش اللي في الشمال على الصلاية، لو فاكرين حضراتكم على اليمين كده في منظر اللي هو حورس على بوابة وصاد مركب،
ده اللي هي نص هيروغليفي بيقول رحله بالمركب لمدينه بوابه حورس اللي هي بوتو اللي هي عاصمه الشمال. الهيروغليفي في بدايته يعتبر عن رموز تتحط مش حروف. يعني حط صقر يبقى رحله، حورس مركب يبقى مركب، وبعدين بوابه يبقى باب، مدينه بوابه حورس بالمركب اللي هي مدينه بوتو عاصمه الشمال في عصور ما قبل التاريخ. عشان كده لما بنيجي نفسر الصلايه النهارده بنتكلم على الصلايه من فكر تاني، ان اللي موجودين قدام ورا دول ما لهمش دعوه باهل الدلتا خالص، انا بتكلم على العام وحري وشاع اللي هم سكان الحدود الشرقيه اللي هم البدو. هنا هو لعب على ايه؟ لعب على منظر صناعه القوارب. صناعه القوارب تحمل حاجتين، القارب هو القارب الذي يسير فيه اله الشمس، فهو يحمل قارب خير. القارب هو الذي يتحرك ليجلب الخير ويقضي على الروح الشريرة، لأن سبت لما بيتحرك في المية. القارب هو القارب اللي بيحج فيه المتوفى إلى الغرب إلى أبيدوس،